هنا تزامنا مع ارتفاع أعداد الوفيات والمصابين. والحكومة تفرض حظر التجول الليلي لمدة أسبوعين وتحذر المخالفين. جدل حول مسيرات مضادة لفيروس كورونا في الإسكندرية. وأخيرا نناقش تحديات التعليم الرقمي مع استمرار وقف المدارس والجامعات. تابعونا. أهلا بكم. ارتفع العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا في مصر إلى 402 فضلا عن 20 حالة وفاة. ومع تزايد معدلات الإصابة بالفيروس ووجود عجز في الطواقم الطبية، أطلقت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين مبادرة طالبت فيها وزارة الصحة ووزارة التعليم العالي بتوفير 10,000 متطوع من طلاب السنة النهائية لكليات الطب والصيدلة وتأهيلهم وتدريبهم كأطقم طبية مساعدة، وذلك لتقديم الخدمة الطبية في حالة الطوارئ. نرحب عبر الهاتف بالدكتورة غادة خليل، استشارة الطب الوقائي وتعديل السلوك. دكتورة غادة، برحب بيك. أهلا يا فندم بحضرتك. الأعداد اليوم 36 إصابة حالة وفاة، الإجمالي 20 حالة وفاة و402 حالات إصابة. من وجهة نظرك تطور الأرقام والتتابع بتاع الأرقام بيقول إحنا واقفين فين؟ يعني إحنا بقالنا أسبوع تقريبا زي ما إحنا، يعني ما فيش زيادة قوي في عدد الحالات الجديدة ولا في زيادة قوي في عدد الوفيات، بالعكس النهاردة أقل من إمبارح. إمبارح كان 5، النهاردة 1. طب الإجمالي، النظرة الإجمالية للموضوع، إصابة جديدة النهاردة 36. النظرة الإجمالية للموضوع، 400 حالة إصابة، 20 حالة وفاة. اتفضلي. الأسبوع دوت لسه التطورات مش متصاعدة قوي، يعني لسه لغاية دلوقتي ماشيين في مرحلة واحدة. لكن جاي بعد كده ما نعرفش، بس الإجراءات اللي رئيس الوزراء النهاردة قالها ده معناه ان احنا بنعلى في الخطه بتاعتنا الوقائيه مرحله. يبقى هو شايف حاجه لسه مستقبليه احنا لسه مش شايفينها، بيجهز نفسه لحاجه او بيجهزنا لحاجه. طيب واضح انه احنا عندنا رقم سحري كده، هو الالف حاله اصابه. وزاره الصحه اتكلمت عن الالف حاله اصابه، وان احنا لما نوصل لها مش هيكون عندنا مقدره لتحليل كل المخالطين. النهارده برضو او يمكن من دقائق قليله وزير الاعلام اسامه هيكل تحدث عن انه في حاله الوصول الى رقم الف اصابه هنبدا نتحرك بالمستوى الثالث من الاستعدادات. ليه الف اصابه تحديدا نقدر نقول ان هو الرقم اللي بينتظر علشان تتخذ اجراءات اضافيه؟ عشان يا فندم لما يبقى عندك اكتر من الف مش هتقدر تتابع المختلطين معاه، يعني طول ما هو اقل من الف بنتابع شجرة الاختلاط، يعني هو قابل مين في خلال 14 يوم اللي فاتوا واختلط بمين، ونحصرهم ونحطهم في العزل ونعمل لهم التحاليل. تخيل بقى ان واحد ممكن يقابل 50 انسان مثلا خلال الاسبوعين اللي فاتوا كلوز كونتاكت او يعني مقابلة يعني قريبة جدا. احنا بقى هنتابع 50 الف؟ هنقدر؟ مش هنقدر طبعا. طب في الحاله دي بقى بيكون رقم كبير. في الحاله دي بيكون ايه المطلوب تتعمل او اللي يتعمل من السلطات الصحيه؟ ساعتها بقى هيعملوا زي البلاد التانية ما عملت، هيبقى حظر تجول كامل. نلتزم بيوتنا، اللي عنده اعراض خفيفه هيفضل في البيت ويتابع بالتليفون، ما يروحش المستشفى او الطوارئ غير اللي عنده اعراض شديده جدا، وساعتها عشان نقدر نقدم له الخدمه الطبيه. مش هيبقى في تتبع بقى، هنتبع تبع مين ولا مين. هو في بعض الناس بتتكلم اصلا عن انه دلوقتي وزاره الصحه بتعمل التحليل للمخالطين بشكل مباشر للحالات الايجابيه، وبالتالي ده معناه ان ربما يكون في حالات كثيره اخرى غير معروفه ومنتشره في الشارع وبتقابل وبتختلط. ده وضع مخيف او يعني مقلق لبعض الناس. لا لسه يا فندم احنا ما وصلناش للمرحله دي. الوزاره بتتابع كل المخالطين وبتعزلهم كلهم لمده 14 يوم حتى يعني لغايه ما نثبتوا ان هي التحاليل بتاعتهم سلبيه وبعدين بتطلعوا. لا انا اقصد انه انا ده اللي بقوله لحضرتك، ان هي بتهتم او الوزاره بتهتم بالمخالطين بشكل مباشر لحالات ايجابيه، لكن دايما بيكون المخالطين للمخالطين خلطوا ناس تانيين وخلطوا ناس تالتين، فيعني بيكون التعامل في الحاله دي ازاي؟
ما هو لغاية دلوقتي حضرتك لو تاخد بالك من البيان دايما بيطلع لك ان الحالات الجديدة دي مين؟ دي مخلطين لحالات ايجابية، وما فيش ولا حد فيهم من الاثبات وايجابيتهم كان مخالط لحالات مش ايجابية. ودي نقطة مهمة، ان ما فيش حد مش عارف هو جاله الفيروس منين. كلهم متتبعين بسيريال معين، بتتبع معين، ودي النقطة المهمة. طب خلينا ناخد راي حضرتك دلوقتي، ما جابوش حاله مش عارفين جالها الفيروس منين. خلينا ناخد راي حضرتك برضو في حاجه مهمه، وهي الاقتراح اللي قدمته تنسيقيه شباب الاحزاب اللي بتقترح فيه يتم تاهيل عدد من اطباء او يعني الطلاب في كليه الطب والصيدله في السنه النهائيه عشان يشاركوا في جهود مكافحه الفيروس، خصوصا انه في نقص حاد في الطواقم الطبيه مش في مصر بس زي ما شفنا في بلاد تانية اخرى. والله يا فندم هي مبادره يشكروا عليها، وبتقول ان دي حس وطني عالي جدا، بس امكانيه تنفيذها دي خاضعه لحاجات كتيره قوي، من ضمنها ان احنا القانون بتاعنا لا يجيز ان اي حد ما خدش شهادته النهائيه كدكتور كطبيب انه يلمس مريض. دي حاجه. الحاجه الثانيه ان وزاره الصحه النهارده عملت اجتماع مع المديرين الادارات في الوزاره، وطلعت حزمه قرارات فيها جزء بيغطي اللي هي اللي حضرتك نقطة بتتكلم عليها نقص القوادم. تمام. إن هي هتستعين بدكاترة البطنة اللي تخصصاتهم بطنة تخصصاتها كتير زي ما حضرتك عارف. إن هي هتدربهم على العناية المركزة، ممارسة شغلة العناية المركزة، عشان يساعدوا أطقم العناية المركزة اللي فيهم شورتج زي ما حضرتك بتقول نقص كبير. دي خطوة مهمة وهتغطي كتير. كمان اقتصرت المستشفيات الحكومية كلها على الطوارئ. وقفلت العيادات الخارجية، الكلام ده هيتنفذ من يوم الخميس الجاي. وحولتهم العيادات الخارجية لمراكز طب الأسرة والوحدات الريفية. وكل الناس بقى التانيين هيبقوا متفرغين، لو احتاجناهم ندربهم هيكونوا موجودين. يعني احنا مش محتاجين طلبة، لأن اوريدي كوادر الدكاترة التخصصات التانية هيبقوا موجودين افيلبل. هو قيل ان هي هتكون اطقم طبيه مساعده، يعني تزود العدد او يكون عندهم الحد الادنى من المعرفه الطبيه، مش ان هم يكونوا ممارسين او ان هم اللي يكشفوا بشكل مباشر على المرضى. طبعا. طب ما احنا كده هنزود عدد المخالطين يا فندم، يبقى عملنا ايه؟ لا انا بسال حضرتك، في النهايه ده خطوه زي ما قلنا، فعشان كده حابين نسمع الراي الطبي في الموضوع. لا ما نحتاجش للخطوه دي، لان ساعتها هنكون الدنيا واقعه خالص. لا لا نتمنى ابدا ان شاء الله ما تقعش ابدا. خلينا نتكلم في الاقتراح حضرتك قلتيه او القرار اللي خدته وزاره الصحه باغلاق العيادات الخارجيه، الى اي مدى ده هيخلي المستشفيات مؤهله اكتر، جاهزه اكتر، ومستعده اكتر لان هي تشتغل بس في الملف ده؟ ده سؤال. لكن السؤال الثاني برضو، الناس اللي عندهم امراض مزمنه والناس اللي عندهم مشاكل اخرى غير فيروس كورونا، هل العيادات او مراكز طب الاسره هتكون كافيه ان هي تؤدي الغرض ولا لا؟ انا هارد على النقطه الاولانيه بتاعت حضرتك. هو طبعا لان اللي هيحولوا اماكن العيادات الخارجيه للطوارئ يبقى استقبال طوارئ، دي حاجه ده كان موجود في نص القرار. النقطة الثانية بتاعت حضرتك اللي هي هل الناس اللي عندهم أمراض مزمنة هيعملوا إيه؟ لا، اللي عندهم أمراض مزمنة استثنوا علاجات صرف أدوية من القرار، والعلاجات دي هتشتغل بكامل طاقتها، وهيصرفوا ثلاث شهور مش علاج شهري بس زي ما كان بيحصل قبل كده. ومش للمريض المسن ولا اللي عنده مرض مزمن، ممكن حد من أولاده يروح بالمستندات المطلوبه وهو اللي يصرفه. ده كويس عشان اقلل الاحتكاك، كبار السن تحديدا هم الاكثر تاثرا بالمرض، عشان كده الافضل ان هم اجنبهم قدر الامكان الازدحام. بالظبط يا فندم. وقرار رائع كده، ودي حاجه كويسه، خطوه كويسه جدا من الوزاره. طبعا. اشكرك شكرا جزيلا الدكتوره غاده خليل، استشاره الطب الوقائي وتعديل السلوك، شكرا جزيلا على هذه المشاركه. دعونا نرى أجواء شوارع القاهرة قبل بدء تنفيذ القرارات التي أعلن عنها رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، لأنه اليوم تم الإعلان زي ما قلنا عن حظر التجول بدءا من 7 مساء وحتى 6 صباحا. تعالوا نشوف شوارع القاهرة النهاردة قبل القرار كانت عاملة إزاي.
ده كان شكل الشوارع زي ما شفناه، حبينا نحطه في الصوره. واضح انه مش بالكثافه المعتاده، يعني ما فيش التزام كامل، لكن الكثافات اقل كثيرا طبعا مما كانت سابقا. اليوم قرر مجلس الوزراء حظر التجوال في الشوارع المصريه لمده اسبوعين من السابعه مساء وحتى السادسه صباحا، بحيث تحظر حركه المواطنين ووسائل النقل العام والخاص، فضلا عن غلق المحال التجاريه والحرفيه من الخامسه مساء وحتى السادسه صباحا كل يوم. كذلك قررت الحكومة مد العمل بقرار تعليق الدراسة وتعليق حركة الطيران 15 يوما إضافية، مع تطبيق عقوبات قانون الطوارئ على مخالفي الإجراءات الاحترازية، والتي تبدأ بغرامات مالية وتنتهي أو تصل حتى إلى الحبس. وجدنا أن في هذه المرحلة أن احنا ناخد مجموعة من القرارات، واللي أنا يمكن هعلنها لحضراتكم الآن، وهذه القرارات إن شاء الله هنبدأ في تطبيقها اعتبارا من صباح غدا الأربعاء، وحتستمر لمدة أسبوعين. أول قرار في هذا الموضوع هو حظر حركة المواطنين على كافة الطرق العامة اعتبارا من الساعة السابعة مساء حتى السادسة صباح اليوم التالي. أنا بأكد هنا أن هذه القرارات اللي هنعلنها هي مداها الزمني هو أسبوعين. القرار الثاني ان بالتوازي مع حظر حركة المواطنين طبعا هيتم ايقاف كافة وسائل النقل الجماعي العام والخاص لنفس الفترة من الساعة 7 مساء الى السادسة صباحا، وبالتالي ده يسري على كل الوسائل النقل اللي بيبقى فيها تجمع لعدد من المواطنين سواء عام او خاص. الجزء الثالث والمادة الثالثة إن ستغلق ابتداء من الساعة الخامسة مساء حتى السادسة صباح اليوم التالي أمام الجمهور كافة المحال التجارية والحرفية بما فيها محلات بيع السلع وتقديم الخدمات والمراكز التجارية أو ما نطلق عليه المولات. سيكون مواعيد عملها من الخامسة مساء إلى السادسة صباح اليوم التالي، مع الغلق الكامل يومي الجمعة والسبت. هذا القرار لن يسري على المخابز ولا محل البقالة ولا الصيدليات أو السوبر ماركتس اللي بتبقى متواجدة خارج المراكز التجارية. المادة الرابعة هتغلق جميع المقاهي والكافيتريات والكافيهات والكازينوهات والملاهي والنوادي الليلية وأي ما يمثلها من محال ومنشآت تقدم أنشطة التسلية أو الترفيه، ده سيكون غلق كامل طوال هذه المدة. كما ستغلق أمام الجمهور جميع المطاعم وما يماثلها من محال ومنشآت تقدم المأكولات، على أن يقتصر العمل بها على خدمة توصيل الطلبات إلى المنازل فقط. المادة الخامسة ستعلق جميع تقديم جميع الخدمات التي تقدمها الوزارات والمحافظات للمواطنين، مثل خدمات الشهر العقاري والسجل المدني وتراخيص المرور وتصريح العمل والجوازات ورخص البناء. العقوبات عشان نبقى عارفين بتبدأ بغرامات مالية تصل إلى 4000 جنيه وتنتهي بالحبس. وبالتالي أنا بناشد المواطنين الالتزام الكامل. نرحب عبر خدمة سكايب بالأستاذ أحمد صقر مساعد وزير التخطيط سابقا. أستاذ أحمد برحب بيك. أهلا بيك. يعني المسار التدريجي مستمر، وصلنا إلى نقطة ما قبل الذروة، يمكن يعني دي ما قبل الإغلاق الكامل هو حظر التجول الليلي من السابعة صباحا إلى السادسة، من السادسة مساء حتى السابعة صباحا. تقييمك لهذا الإجراء تحديدا للقرارات بتاعت اليوم وللإدارة الحكومية للأزمة بشكل عام؟ يعني هو القرار طبقا للمعطيات الحاليه وقرار منطقي في السوق زينا زي بقيه الدول اللي تمر بمراحل انتشار المرض. يعني بعض الاراء بتقول ان هو كان المفروض يبقى مبكر شويه، ايام بدري عن كده، لكن في الاخر احنا برضه مش موجودين في مكان يعني متخذ القرار وما عندناش كل المعطيات، لكن هم يعني الاجراءات اغلبها النهارده لم تاتي بجديد فيما يخص ان اغلب الدول بتتخذ اجراءات شبيهه او ماسكه سواء أكثر تشددا أو أقل تحفظا يعني. طيب هل أنت مع قرار الإغلاق الشامل؟ لأن الحقيقة كان في جدل النهارده، هل القرار ده كافي ولا نقفل البلد بشكل كامل ونعلن حظر التجول الدائم؟ من وجهة نظرك إيه القرار الأصح؟ يعني
اعتقد ان هو كل قرار ليه تكاليف يعني واعباء، القرار بيتخذ بناء على التكاليف والاعباء المتوقعه. طبعا صحه الناس ده شيء يعني هو مفضل على كل شيء، لكن اذا كان لا مفر خلاص عندنا مرحله منع الانتشار ان احنا حاليا في مرحله تبطيء الانتشار، فبنشوف ان هو اجراءات التبطيء دي ممكن تبقى يعني من الف لغايه ج. احنا بقى على المسطره بتاعت الاجراءات دي، فانا شايف ان هو الاجراء الحالي في ظروف مصر الاقتصاديه ان احنا عندنا 60% من الاقتصاد تقريبا اقتصاد غير رسمي، ناس بتشتغل بالميه، فتكلفه ان انت تعمل لوك داون او اغلاق شامل كامل دلوقتي مع كيرف الاصابه الحالي اللي عندك مع عدد المصابين مع عدد الوفيات هيبقى ليه تكلفه اقتصاديه ممكن تبقى اسوء من التكلفه بتاعه الفيروس ده صحيا وتحديدا خصوصا انه مش معروف الامور هتستمر كام شهر ولا قد ايه. يعني البدء بيها دلوقتي مش لو معروف لمده زمنيه اسبوعين ثلاثه ونبقى عارفين التكلفه ممكن تكون قد ايه، لكن الامور مفتوحه جدا. هو ده مش حالنا احنا بس، يعني كل الدول بتاخد الاجراء وهي مش عارفه كمان اسبوع قدرتهم على السيطره على المشروع ممكن توصل لغايه فين بناء على المعطيات الجديده اللي اتخذت قرارات جديده. لكن احنا في وضعنا الحالي طبعا ان احنا فتره الليل تبقى فتره سكون، وان الناس يعني تقلل تحاول انها تقضي كل مصالحها، احنا كده كده يبقى في زحام طول اليوم في مصر، بدل ما يبقى في زحام 14 ساعه في اليوم لا يبقى زحام 8 ساعات، الناس تقل تاخد احتياطاتها وتمارس الحد الادنى من مهامها ونشاطها الاقتصادي علشان تفضل عايش على حد الكفاف، وفي نفس الوقت بالليل يبقى فتره سكون بنقلل عدد المرضى اللي كانوا هيصابوا بالمرض ده خلال فتره الليل. انا شايف بتذكر بقول لك اصل الفيروس بينام ومش بينام، لا هو الفيروس صاحي طول اليوم، بس احنا كان في ناس هتمارس بعض الانشطه ليلا والناس دي هتصاب بالمرض، النهارده احنا بنحاول نخليهم يقعدوا في البيت، فبدل ما يصاب يوميا 1000 واحد ال 500 بتوع الصبح كده كده خلاص هيصابوا لان احنا مش هنقدر ان احنا نعمل لوك داون دلوقتي. طبعا الاجراءات المتعلقه ان احنا الناس الكبار في السن يبقى الحركه بتاعتهم يعني زي ما انجلترا عملت كده، انجلترا طبعا عندهم قدر من الداتا حددوا 1.5 مليون هم دول اللي عندهم امراض مزمنه وهم فوق السن واللي هم يعتبر اصابتهم بالمرض تبقى خطيره، تواصلوا معاهم بشكل مباشر، طلبوا منهم عدم الخروج بشكل مباشر بشكل الكتروني. احنا مش قادرين نعمل ده في مصر، بس نامل ان احنا في دوائر كل شخص مصري في دوائره حد كبير في السن ان هو يحاول ان هو يكفي حاجه الخروج للخارج هذه الايام اذا ما استطاع ذلك. تمام. طيب خلينا نشرك معانا في الحوار الاستاذ ياسر الهواري عضو حزب الدستور. استاذ ياسر برحب بيك. طبعا اتكلمنا عن قرار حظر التجول، في قرارات اخرى مد يعني مد فتره تعليق رحلات الطيران، فتره تعليق ايضا فتره وقف الدراسه اسبوعين كمان. هذه الاجراءات هل تراها كافيه والا اي مدى؟ مساء الخير استاذ سامر على حضرتك وعلى ضيفك والمشاهدين. الحقيقه يعني انا ما اقدرش اقول الا ان الاجراءات مش وحشه، يعني الاجراءات كويسه الى حد كبير جدا. طبعا لسه في حاجات فاضله، يعني انا كنت اتمنى يعني صادقا انه الازمه دي تبقى بدايه يعني فتح صفحه جديده واعاده النظر فيما يتعلق بالسجناء السياسيين او السجناء على ذمه قضايا تتعلق بالرأي يعني أنا بشوف أنه ده إجراء كان يجب أنه هو يتحط في الحسبان، وخصوصا أنه دول كتير جدا يعني ما عندهاش التكدس اللي عندنا، يعني احنا عندنا حالة تكدس حقيقية في السجون، يعني دي ما حدش يقدر ينكرها ولا الدولة المصرية بتنكرها نفسها، يعني في حالة تكدس في السجون، فلازم الناس ديت يعاد النظر في الناس حتى على الأقل الناس الكبيرة، يعني واحد زي الدكتور حازم حسني الراجل يعني قرب 70 سنة، يعني ده قاعد في السجن بيعمل إيه؟ يعني في ظروف اللي زي كده، ما هي دي حفاظا على صحته وعلى صحة الضباط اللي ورجال الشرطة اللي اللي بيتعاملوا معاهم تعامل مباشر، ده نمرة واحد. نمرة اتنين انه الاعمال غير المنتظمة، يعني الحقيقة انه الاجراءات انا بقول ان الاجراءات جيدة جدا، انا تماما شايف ان الاجراءات اجراءات كويسة واجراءات جيدة واجراءات في السياق، وان الحكومة بتتصرف بشكل جيد جدا، بس كمان في حاجات يمكن محدش سلط الضوء عليها، جايز يعني
فخلونا نتكلم عنها على الأقل من قبيل تسليط الأضواء، لأنه العمالة الغير المنتظمة دي بتعتمد على يعني رزقها باليومية اللي هو بينزل ياخدها وآخر النهار يروح بيها لأولاده. فإحنا لما بنطلب من الناس بنقول لهم اقعدوا، ده إجراء صحيح على ما أنت في الحالة اللي إحنا فيها دي ملهاش حل غير إن أنت تقعد في البيت. بس هي الفكرة هنا إنه أخونا ده اللي هيقعد في البيت ده هيموت من الجوع هو وأولاده. يعني فالعمالة الغير المنتظمة دي محتاجة إنه الناس تفكر والكل بقى، يعني الحكومة لازم تساعد والدولة لازم تساعد والمجتمع كمان لازم يفكر ازاي هيعمل حاجة مع الناس دي. يعني اللي قريب بقى منه الجمعيات تركز جهودها في المسألة دي. الحاجة التالتة القطاع الطبي فيه مشاكل كبيرة جدا، يعني ما فيش حاجة بتستخبى في القرن 21. فيعني يعني مش هينفع ان احنا نقول انه ما حصلش وما فيش. لا، القطاع الطبي يعني عنده نقص في المستلزمات الطبية، نقص شديد جدا. الناس بيشتكوا، الأطباء بيشتكوا، الشهادات دي يعني بقت منتشرة طول الوقت وبنشوفها. فيعني القطاع الطبي كمان محتاج نظرة أكبر شوية وتوجيه يعني أكتر يعني من كده للموارد بتاعت الدولة. وبرضو نفس الكلام اللي أنا بقوله على العمالة غير المنتظمة، برضو المجتمع لازم يساعد في الحتة بتاعت القطاع الطبي ده. يعني البلد هنا يعني إحنا في اللحظة دي فيش حكومة ومعارضة، يعني مفيش، يعني في اللحظات اللي فيها مشاكل بالحجم ده ما بينفعش ان احنا نقول في حكومه وفي معارضه واحنا لا. يعني الناس كلها لازم تفكر مع بعض ازاي نقدر ننقذ الوضع، لانه في الاخر احنا مش يعني احنا مش لوحدينا في العالم. يعني ده بالمناسبه يعني انا هنا لما بتكلم الحكومه مش يجب ان هي ما تتكسفش من حاجه. دي مشكله عند الناس كلها، عند العالم كله، الدول المقدمه امريكا، ايطاليا، يعني النهارده 743 واحد وفيات في ايطاليا. فيعني هي دي ازمه عالميه. فيا جماعه انتوا ما تتكسفوش، مفيش حرج. يعني اطلعوا قولوا يا جماعه احنا عندنا مشكله في نقص المستلزمات الطبيه، يا مصريين لو سمحتوا اللي يقدر يساعدنا بحاجه يساعدنا. هتلاقي الناس ساعدتك. يا مصريين احنا عندنا مشكله ان احنا مش قادرين على العماله غير المنتظمه دي، ان احنا نعمل لهم كتير، هنعمل كذا، بس برضو ده مش هيكفي، لو سمحتوا ساعدونا. ووجه الناس يعني المسائل لازم يبقى فيه شفافيه اكتر من كده وشجاعه اكتر من كده. وخلاص هي بقى يعني في الاول كان في خوف على فكره انه احنا لما نقول ده السياحه والاقتصاد هيقع والبورصه هتقع. خلاص بقى العالم كله دلوقتي السياحه عنده بتنهار والبورصه بتنهار والعالم كله. فخلاص يعني انت قفلت المطارات وعملت كل الاجراءات ديت، وقفت المدارس وعملت، فخلاص هتخاف من ايه ولا تتكسف من ايه؟ خلاص مفيش. اطلعوا قولوا للناس بشفافيه بارقام، يا جماعه احنا بيحصل عندنا 1 2 3. طيب خلينا في اطار الشفافيه وفي اطار الناس تبقى عارفه هي رايحه على فين ورايحه على ايه. الاستاذ اسامه هيكل وزير الدوله الاعلام كان من يمكن اقل من ساعه بيتكلم وقال انه في حاله الوصول الى الرقم 1000 مصاب، ده معناه اللجوء الى السيناريو الاعنف. التراتبيه هتكون بتاعته انه حظر تجوال كامل، عزل محافظات بعينها خصوصا المحافظات اللي تكثر فيها معدلات الاصابه. وقال كمان انه في حاله النقص في المستلزمات الطبيه وفي اماكن، وده نقص معتاد في عدد المستشفيات، هيتم استخدام المدارس كاماكن عزل. من وجهه نظرك اعلان الخطط الى اي مدى مهم استاذ احمد؟ الناس تكون عارفه هي داخل على ايه؟ اعتقد ان احنا عندنا قصور شديد في الحته دي. ان احنا اولا لازم يبقى في فريق، يعني احنا نقدر نحدد بالاسم الفريق المسؤول عن هذا الملف مثلا في امريكا او في بعض الدول. في مصر احنا وزير الاعلام بيصرح او رئيس الوزراء بيخرج بيصرح، احنا محتاجين يبقى في فريق من التكنوكرات، مش صانع، يعني مش متخذ القرار، هم اللي بيطلعوا يتكلموا مع الناس بلغه فيها ارقام واضحه. لو وصلنا للحد ده هنعمل ايه، لو وصلنا للحد ده هنعمل ايه. لكن احنا بنفتقد دي، المؤسسه دي بنفتقدها في مصر حتى الان، بس هنتجاوز عنها عن الظرف، مش وقت تصحيح المؤسسيه. لكن انا اللي يعنيني في اللحظه الحاليه دي ان هو يبقى الدوله مدركه ان هي لما الازمه تشتد هو مش هيروح يسند البورصه، لا هو هيروح يوفر مسارات امنه للغذاء للناس اللي هي غير قادره على تلبيه احتياجاتها الاساسيه من الغذاء. وان هو دايما هيبقى فيه توفير مسارات امنه ومتوفره للادويه اللي هي تعالج الاعراض. لان احنا هنوصل لمرحله، لو لا قدر الله يعني وصلنا للمرحله دي، ان الناس اللي هتبقى تعبانه ومفيش اماكن ليها في المستشفيات لازم تقعد في بيتها تعالج الاعراض بالادويه المتوفره لحد ما الدور ده يروح، خصوصا اللي هم الشباب الصغيرين والناس اللي هم صحتهم مش امراض مزمنه. فانا شايف ان تجريم تغيير الاسعار او عدم توفرها او تخزين ادويه زي عصارات الباراسيتامول دي في اللحظه اللي احنا فيها دي تبقى جريمه خيانه، يعني جريمه خيانه لوطن كامل. شايف ان احنا النهارده الشوك الاقتصادي اللي اتعمل في الاسبوعين اللي فاتوا دول ما كانش تيجي في احلام
يعني اقصى الاقتصاديين فيما يخص البورصه والضرائب والحاجات دي كلها، لكن هو انت بتسند بتاخد قرار اقتصادي يحل ازمه اقتصاديه منشئها، مش ازمه اقتصاديه منشئها، ازمه يعني عالميه فيها مرض بيصيب الانسان. فانت الاقتصاد بتاخد ليه قرار اقتصادي عشان يعالج مشكله اقتصاديه. انت اصلا حركه الانتاج والاستهلاك نفسها اصيبت في مقتل، وده لاجل غير مسمى. طب انت اتكلمت عن الاقتصاد، اتكلمت عن الاقتصاد استاذ احمد، فخلينا نروح للاقتصاد شويه ونركز كمان اكتر عليه مع الاستاذ وائل النحاس الخبير الاقتصادي اللي انضم لنا عبر الهاتف من القاهره، لانه يعني في سياق تاثر الاقتصاد بتبعات فيروس كورونا كان ظهرت كلام عن ظهور مره تانية للسوق السوداء للجنيه المصري او للدولار، يعني انه بيباع في السوق السوداء في ظل طبعا زيادة الطلب عليه، في ظل الظروف الحالية، في ظل الخوف من انه ممكن يندر في لحظات قادمة. عشان كده خلونا نروح للأستاذ وائل النحاس. دكتور وائل اهلا بيك. اهلا بيك يا استاذ تامر، واهلا بضيف حضرتك كريم، واهلا بالسادة المشاهدين. هل الكلام ده صحيح؟ واحنا شفناه منشور في اكتر من مكان موضوع ظهور، وكمان منشور كتقرير لبعض الشركات العاملة في السوق. هو بالفعل تقريبا عودة ظهور السوق السوداء مرة تانية في الشارع المصري. الدولار تقريبا وصل لمنطقة حوالي 16 جنيه و10 قروش أو 16 جنيه و15 قرش، ولكن خلينا نتكلم بمنتهى الصراحة شوية، الأزمة دي تقريبا موجودة في كافة أسواق المال بالعالم الكامل، مش موجودة في مصر بالأخص يعني. هو طبعا سعر الفايدة لما انخفض فحاولت الناس بتجري على الدولار إن هو ملاذ آمن في الفترة دي. في بعض الناس اللي هي باعت بالفعل بال 20 جنيه أو بال 18 جنيه، فلقت النهاردة مع انخفاض سعر الفايدة تقدر ترجع أموالها تاني بقيمة أعلى أو بمدخرات أكثر وأكثر، فبالتالي حبت تأمن. بس نتكلم بحقيقة إن تقريبا الطلب الموجود النهاردة في الشارع على السوق السوداء هو بالفعل فئة ال 10,000 دولار، 20,000 دولار، 50,000 دولار، مش أرقام كبيرة، وده تقريبا لما بيتعرض على أي سعر نتيجة ان هو بالفعل بايع باسعار كبيرة جدا وحقق عوائد نتيجة الايداعات او الودائع اللي حطها في البنوك في الفترة السابقة دي كلها، فبالتالي بيجي يقول لك انا النهاردة كسبان. طب هو بيكون عايز الفلوس دي ليه اصلا دكتور وائل؟ هل عشان يحوشها يستثمر فيها ولا علشان يحتاجها؟ لا هو بيرجعها تاني، هو باع بالغالي وبيشتري النهارده بالرخيص، يعني ودي تقريبا معظم حتى فكر المستثمر الاجنبي اللي بيسحب استثمارات الغير مباشره بتاعته او ادوات الدين الحكوميه بيعمل نفس القصه، بيبقى باع لك ب 20 وبيشتري النهارده ب 16، فبالتالي هو كسبان 4 جنيه بخلاف فرق السعر الفايده في الثلاث اربع سنين اللي فاتت من اواخر 2016 حتى الان. فبالتالي هي النهارده في هلع بيضرب كل المستثمرين سواء صغير او كبير، في نوع من انواع الاصطياد في المياه العكر ان هو بيحاول يامن نفسه. وفي نفس الوقت برضه هنتكلم بالارقام الاقتصاديه ان برضه مش هننكر ان غلق كافه النهارده المطارات والمنافذ وما شابه ذلك هياثر على الواردات اللي جايه لك سواء اذا كانت من قناه السويس او حتى بالنسبه للسياحه او ربما تحويلات المصريين طبعا كلها تتاثر. المؤشرات بتقول ربما نتاثر حوالي 12 تقريبا مليار دولار، يعني انخفاض للعوائد بتاعتنا 12 مليار دولار، فده كبدايه بس في بدايه الازمه، واحنا مش عارفين الازمه هتودينا لغايه فين. ما هو علشان كده كان توقعت وكاله فيتش لسه امبارح انه يحدث تراجع في الاحتياط المصري من النقد الاجنبي، ربما الاستخدام بقى الاحتياطي ده في تامين السلع الغذائيه او غيره، من وجهه نظرك لاي مدى ده ممكن يحصل؟ هو تقريبا البنك المركزي ال 45 مليار يقدر يامن، ولكن البنوك النهارده بالفعل الفتره اللي قبل تقريبا الازمه بشهر 12 و11 اللي فات اعتقد انها كانت بتلم اكبر كميه ممكنه حتى من السوق السوداء. طيب يعني هي البنوك نفسها المصريه كانت بتحاول تعمل احتياطيات ليها بخلاف احتياط البنك المركزي، وده تقريبا بقى واضح النهارده. حتى لما تيجي النهارده تشتري اي عمله اجنبيه من البنك نفسه يجي يقول لك مش هقدر اصرف لك واخبارك الا من الودائع بتاعتك اكثر من 3000 دولار في اليوم الواحد. فبالتالي هو في سياسه النهارده تحجيم لسحب العملات او الودائع داخل البنوك. دي نمره واحد. نمره اثنين، بنتكلم برضو ان ما زالت حتى الان تغطيه المراكز اللي هي المكشوفه سواء دولاريه او مشابه ذلك انت اللي بتقوم بتغطيتها مش البنك اللي بيغطيها لك. نمره ثلاثه، النهارده قرار البنك المركزي ان هو بالفعل يخفض سعر العائد على الودائع الدولاريه، ده ايضا عشان يحد من عمليه الدولاره داخل الشارع او داخل السوق المصري، فاكثر من سبب عشان يقدر يسيطر النهارده على سعر الصرف. واكثر من كده انا عايز اخد منك دكتور وائل تعليق اخير، عايز استغل وجودك معايا في التعليق على القرار بتاع تخصيص ال 20 مليار جنيه لدعم البورصه، اثر ازاي فعلا ودعم البورصه، وهل كان ده قرار ذا اولويه ولا لا؟ هنتكلم بمنتهى الصراحه النهارده منين وفي ايه؟ يعني انا هغطي النهارده وانا اقفل العجز بتاع الموازنه بتاعي 540 مليار منين ومن ايه؟ عشان سعر البترول اللي انخفض، انا لسه النهارده لغايه النهارده بدفع 68 دولار على سعر البترول برغم انخفاضه عالميا عشان عمل تحوط، فبالتالي انا ما استفدتش من انخفاض سعر المنتج النفطي، بالعكس انا تاثرت بالسلب نتيجه انخفاض اسعار البترول والغاز، لان المستثمر النهارده اللي معايا في الغاز
النهارده استيراده ارخص من انتاجه. وحتى الشريك الاجنبي اللي معايا النهارده في البترول المصري برضه شراء البترول من الخارج ارخص من عمليه انتاجه. أيوه. لان اول حاجه بتتخصم هي المصاريف بتاعه الاستكشاف والدراسات وما شابه ذلك. فبالتالي انا النهارده ما زلت حتى الان لم اتاثر بالايجاب نتيجه انخفاض اسعار منطق النفطي داخل المواطن المصري. فبالتالي انا هطلع منين؟ هو تصريحات النهارده اللي تطلع من اي دوله في العالم مع صندوق النقد مع الولايات المتحده الامريكيه معناها واحد بس، طباعه اموال او طباعه نقديه. يعني صندوق النقد ادى جرين لايت لدول العالم كلها بما فيهم امريكا انها تطبع نقديه. فبالتالي يعني تضخم قادم هيفتح العالم. صحيح. ده معناه عشان كده كل دوله تقول لك انا 100 مليار، طب منين؟ طب ال 20 مليار انت هتضخمها في البورصه هيجيبوا منين؟ ايوه انا الحقيقه انا بشكرك شكرا جزيلا دكتور وائل نحاس على هذه الملاحظه تحديدا، لان هي اللي انا هروح بيها للاستاذ احمد صقر بعد ما اشكرك شكرا جزيلا دكتور وائل نحاس على هذه المشاركه. استاذ احمد، 100 مليار جنيه لم يعلن من اين و ازاي هيتم الصرف والتوجيه ل يعني مواجهه فيروس كورونا، ولما الكلام زاد على السوشيال ميديا وخرج الرئيس قال انتوا مستكترين على مصر انها تعمل ده، برضه ما وضحش الامور. ماشي، ما هو ده ضمن سياق ازمه المؤسسيه والشفافيه في اعلان الارقام الصح. دي حاجه يعني احنا بنعيشها بقالنا سنين، لكن احنا هنقول ان الدوله قدرت عندها احتياطيات، قدرت تحقق وفرات ال 100 مليار دول، احنا قادرين على ان احنا نوجدهم ونخلقهم ونصرفهم في الازمه. هل الاولويه ان احنا نصرفهم في القطاع الطبي بدعم النفسي والمادي والعائلي؟ ناخد فاصل احسن سبقت حاجه 30 لدعم يعني للدعم المادي والعائلي للقطاع الاطباء. انا مثلا اخشى ما اخشى ان احنا نتاخر في وصول الدعم للاطباء، والدعم هنا مش احنا وفرناهم بس كمامه ومستلزمات عنايه. ان احنا مثلا احنا اليومين دول لازم نطلع قرار فيما يخص مثلا بدل العدوى، ده قرار نفسي في المقام الاول بنقول ان احنا مقدرين تضحياتكم الحاليه وان انتم على خط الدفاع الاول، لان الانهيار النفسي والجسدي للقطاع الطبي معناه ان انت عندك مستشفى بس عندك مرضى ما عندكش حد يعالجهم. عايزين نوصل للمرحله دي، لان وارد جدا ان الاطباء ينهاروا نفسيا حتى لو ما عينوش من كتر الضغط وطول مده الازمه. الشق التاني واللي انا مصر عليه هو توفير مسارات امنه للغذاء الاساسي للمصريين اللي هم من كل القطاعات المستوى الادنى والمتوسط وحتى فوق المتوسط، لان هم في الاخر الازمه لو طولت الجوع خطره بالظبط زي خطر الفيروس. فاحنا لازم الدوله تؤمن الامن الغذائي على اولوياتها في الانفاق اللي يخص ال 100 مليار. تمام. الازمه اقتصاديه بس هي اسبابها مش اقتصاديه دلوقتي. لما نحل الأزمة الأساسي الاقتصاد بعد كده هيحصل فيه انفراج أكيد بعد حالة الركود المؤقت اللي احنا خلاص دخلنا فيه. تمام، شكرا جزيلا. أنا بس حاجة أخيرة، تفضل سريعا. تفضل حاجة أخيرة لو سمحت لي يا أستاذ تامر قبل ما نختم. احنا أنا أحب بس أوجه رسالة للدولة المصرية، يعني رأس الدولة المصرية ونظام الله. احنا عندنا جوه السجون ما يعني فوق ال 1000 طبيب مصري مسجونين سواء في قضايا رأي أو قضايا سياسية أو يعني مختلف اتجاهاتهم. ال 1000 طبيب مصري اللي جوه السجون دول سواء طلبة أو خريجين أو أساتذة، هم مكانهم دلوقتي مش جوه السجون، مكانهم بره السجون مع بقية القطاع الطبي بيمارسوا عملهم علشان ننقذ بلدنا. واحد زي دكتور وليد اللي هو واحد من علماء الفيروسات اللي في 2014 كان المراجع العلمية بتقول إن هو واحد من النابغين في مجال الفيروسات واكتشف بعض العلاجات لكورونا النسخه اللي هي ظهرت في السعوديه في 2014. الراجل ده معتقل بقاله سنتين، ده النهارده مكانه في معمله ومع فريقه والدوله توفر امكانيات علشان يحاول ان هو يساهم بمجهود ولو بسيط في الوصول للعلاج او ان هو يستفيد مما يفعله المعامل اللي في الدوله. فده وقت يعني نسمه ونرتقي فوق اي خلافات سياسيه، لان في الاخر اللي هيصيبنا هيسيب المصري، مش هيجي يقول له انت اتجاهك السياسي ايه قبل ما يسيبه، هيسيب المصريين كلهم. علشان كده لازم الدوله تاخد قرارات، حتى لو شايفها قرارات صعبه دلوقتي بس هي قرارات ضروريه لازم تتخذ علشان نوصل رساله للناس ان احنا كلنا على قلب راجل واحد في الوضع ده. تمام، وضحت الصوره. بشكرك شكرا جزيلا الاستاذ احمد صقر مساعد وزير التخطيط سابقا، شكرا جزيلا. مسيرة ليلية لمئات المواطنين في شوارع مدينة الإسكندرية، الهدف منها الدعاء لرفع بلاء وباء فيروس كورونا. هذه المسيرة أثارت جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي وسط انتقادات للتجمعات التي قد تسهم في توسيع دائرة الإصابة بالفيروس. أطاردت قوات الأمن تلك التجمعات في محاولة لتفريقها، وأكدت اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المشاركين في هذه المسيرات، فيما قالت دار الإفتاء إن أي دعوة لتجميع المواطنين الآن
تحت أي شعار وبأي ذريعة، هي دعوة خبيثة وحرام شرعا ولا يراد بها وجه الله، مؤكدة أن الالتزام بما تقرره السلطات لحماية الناس ومن الأوبئة والأمراض هو واجب شرعي وواجب وطني أيضا. حول هذا الموضوع انضم إلينا الشيخ حسن طليمة الباحث والداعية الإسلامي، ونجدد الترحيب مرة أخرى بضيفنا الأستاذ ياسر الهواري عضو حزب الدستور. أستاذ ياسر اسمح لي أبدأ معاك، شفت إزاي المسيرة دي؟ يعني يمكن الناس اتفاجئت بيها، ما كانش فاهمة إيه الهدف منها، وده اللي خلى حتى ناس تديها طبع سياسي وتقول إنها محركة أو تم تحريكها يعني من طائرات سياسية معينة. يعني الأول بحيي ضيفك الأستاذ الشيخ حسان. طبعا الحقيقة أنه أنا يعني مشهد عبسي جدا، يعني أنت في لحظة أنه يعني العالم كله بيصرخ وبيقول يا جماعة أي تجمعات هتؤدي إلى زيادة انتشار المرض، وفي ناس بتنزل تعمل مسيرة عشان تدعي على الفيروس. يعني دي بصراحة دي حاجة يعني حاجة غير مسبوق. يعني هل مثلا يا جماعة فكرة أنه طلعنا لما طلعوا غنوا في البلكونات وبتاع، طيب ماشي احنا يعني شعب متدين شوية فنطلع ندعي في البلكونات، انما ننزل الشارع نمشي مع بعض ندعي على الفيروس ده، يعني ده هل ده منطق؟ يعني مفيش حاجة اسمها كده. يعني بالحقيقة ان دي التصرفات اللي تستدعي ان الناس تطالب كل اكتر يعني ناس في الدنيا ممكن ترفع عن الحريات في اللحظة دي تدعي انه يا جماعة حظر تجوال. يعني بقى دي بقى خلاص، يعني دي التصرفات اللي تخليك تقول ان الحظر يجب ان يكون بقوه الدوله، دي ما فيهاش بقى كلام. يعني فكره ان انت تنزل بقى الشوارع وتمشي في مسيرات، يعني ده يعني مش معقول يا جماعه. ده احنا بنقول انه الحظر لازم يبقى كامل، واحنا عارفين ان ده يعني ان ده قد ايه هو مؤلم وقاسي وصعب على الناس اللي بتعتمد على شغلها اليوم دوت وبترجع تجيب بيه اكل لعيالها، لكن كمان بالليل هنمشي بقى في الشوارع؟ يعني معقول الكلام ده؟ يعني ما يعني ربنا ما قالكش انزل يعني ودي نفسك في داهيه. يعني فكره بقى ان هي انا مش همشي ورا الفكره بتاعت انه التجمعات دي، لانه طبعا الكلام ليه بعد سياسي ليه بعد ديني طبعا واضح. اللي نزلوا علشان يقولوا من وجهه نظرهم يا رب احمينا من الفيروس، كانوا واقفين في البلكونات ممكن يعني سخنوا شويه بالمعنى المصري فنزلوا يحتموا ببعض ويقولوا يا رب. الناس مستغربه. شيخ عصام تليمة، ليه الناس زعلانين؟ ليه انتوا زعلانين؟ ليه زعلانين ان حد بيقول يا رب؟ طيب ازاي دار الافتاء تقول حرام انكم تنزلوا تقول يا رب؟ طب ازاي دار الافتاء تقول حرام تنزلوا تصلوا جماعه في المسجد؟ الناس عندها ربما لبس في هذه الامور. يعني اولا احييك واحيي ضيفك الكريم الاستاذ ياسر الهواري. لا يعني مين مساله ان احنا زعلانين؟ احنا مش زعلانين من الناس، احنا زعلانين على الناس. اذا كانت الناس دي جاهله بالكلام ده ونزلت قالته او نزلت عملت ده، فاحنا زعلانين عليهم مش زعلانين منهم. زعلانين منهم لو كان ده ناس لا يعني ناس فعلا تتآمر لفعل ذلك او لإيذاء الناس، ده نزعل منهم. اما عليهم لان لا يعني الشرع ما قالش ان الانسان يهلك نفسه. اذا احنا افتينا الناس من قبل حتى قبل ما دار الافتاء تطلع والكلام ده، وفتوتي كانت اول فتوى اني لا يعني لا يجوز الانسان ان يذهب للمساجد لصلاه الجمعه والجماعات ما دام هناك يقين بنقل الاوبئه والعدوى. والنبي صلى الله عليه وسلم امر اوامر صارمه صريحه، لا يريدن ممرض على مصح، ما فيش مريض يروح على صحيح ولا العكس، الى تفاصيل اخرى ونصوص اخرى. والحديث قال في رجل اخر افتاه الناس لما فتحت شقه راسه واراد ان يغتسل، فقال اراد ان يتيمم، قالوا لو لا نجد لك عذرا، انت صحتك زي الفل والميه موجوده، فاغتسل فمات. فقال صلى الله عليه وسلم قتلوه قتلهم الله. إن الإنسان لا يجوز في صحة الناس يغامر بآراء. ولذلك بعض المشايخ الجهلة اللي قال لك والحزن على المساجد وكذا، طبعا أنا ما معنى الحزن على المساجد؟ وبعدين إغلاق المساجد مش غضب من ربنا عليك حضرتك، إغلاق المساجد معناه أنك أنت ربنا أداك رخصة في أنك تصلي في البيت، فأنت انتقلت من رحمة الله في المسجد إلى رحمة الله في البيت. ربنا في كل مكان تعبده سبحانه وتعالى. الأمر الآخر إن لماذا الدولة النهاردة بتتدخل في القصة دي ودار الإفتاء؟ لا، كان الأولى أعتقد دار الإفتاء لو أنصفت وكان بيانها متوازن لطلبت الدولة بأن تأمر الجميع بأن يجلس في البيوت وأن يغطى مسائل. إن إيه اللي بيجبر الناس تنزل؟ سيبك من اللي نزلوا حكاية مسيرة يدوا على الكورونا دي قصة تانية، ده شوية يعني موقف وراء عدة تفسيرات وأمور. لا، اللي النهاردة مجبر ينزل يروح شغله عشان أكل عيشه اللي باليومية،
طب ده مجبر من غير لا ينزل دعاء ولا غيره عشان ياكل اكل عيشه. لا، لابد على الدولة ان تلتزم بان الناس دي تقعد في بيوتها وعملها، خاصة الناس اللي باليومية، ويكفل لها من الضمان الاجتماعي من شيء رواتبها لمدة شهر شهرين لحد لما تنتهي الأزمة. هو ده اللي كان واجب دار الإفتاء ان هي تتوازن في الأمر، وإلا الناس نزلوا سواء بجهل أو بغير جهل. طبعا ده خطأ، حرام شرعا، نعم ان الناس تتجمع بهذا الشكل هذا لا يجوز شرعا. ما ده بقى اللي انا عايز اقف عنده شيخ عصام، لانه في ناس بتنكروا على اللي بيقول حرام حرام شرعا. يعني الشرع بيقول صلوا جماعة، وبيقول في حالة يعني الخوف من الأوبئة ابقوا في منازلكم أو غيره. طيب هل تصل التحريم، هل تصل الموضوع أو يصل الموضوع لدرجة التحريم أنه من يصلي جماعة في المسجد في هذا التوقيت هو آثم تسمى هكذا؟ إذا كان هناك درجة من العلم والطب بأن في يقينية الإصابة بالوباء ففي هذه الحالة يحرم، لأن القرآن قال ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، والإسلام النبي صلى الله عليه وسلم نهى اللي كان بصل أو توم عشان الناس ما تشمش ريحته إن ما يروحش الجامع يصلي، وده البصل والتوم حلال لكن ريحته مؤذية. إذا هتأذي الناس بريحتك الشرع قال لك أقعد في بيتك. صحيح. طيب أما بالك بقى أنت رايح بمرض مش رايح، وانت صحتك في نفسك انت حر فيها يا سيدي، زي انت بتتصرف في نفسك الان. لا، انت بتتصرف في صحتك وصحة الاخرين، وان كان لا يملك الانسان ان يضحي بصحته، ومع ذلك بنقول حتى لو واحد غامر بصحته غامر في نفسك. لكن ما ذنب الناس؟ الناس ليس لها ذنب انك تغامر بدعوة الحرص على صلاة الجماعة اللي هي سنة او فرض كفاية في مقابل صحة الناس اللي هي فرض اولى واهم. والقاعدة عند العلماء صحة الابدان مقدمة على صحة الأديان. صحيح. أنا حبيت أخد منك الكلام ده أو يعني أسمع وجهة نظرك فيه، لأنه حضرتك شيخ وده تخصصك وتستطيع أن تفتي فيه. الناس بتاخد بعض الكلام بشكل سياسي، ربما بشكل يعني ليه خلفيات أخرى ربما، فعشان كده أحيانا بيحدث اللبس. خلينا أروح مرة تانية للأستاذ ياسر الهواري. أستاذ ياسر، الناس بيقولوا أو امبارح ردود الأفعال على مواقع التواصل الاجتماعي أنه هذا حصاد ما تم زرعه على مدار سنوات كثيرة، الجهل، عدم معرفة الناس بدينهم الصحيح، عدم معرفة الناس بحتى الإرشادات الصحية البدائية جدا، ده حصاد لزرع طويل جدا. الحقيقة أنه يعني هو طبعا حصاد لحاجات كتير، منها الجهل يعني أو أولها أو على رأسها الجهل، لكن في حاجات تانية في إضافات أخرى. يعني الإضافات عدم الاقتراع يعني بقطاع كبير جدا من المشايخ اللي بيطلعوا يقولوا للناس ما تعملوش ده. للأسف شديد المزايدة الشديدة على يعني حتى في الدين، يعني بقت مزايدة شديدة الوطأ. الشوفانية المصرية كمان يعني اللي غزتها بعض يعني بعض الجهلة اللي بيطلعوا في الإعلام أو بيطلعوا يكلموا الناس على السوشيال ميديا، اللي بيقولوا الناس إحنا يا جماعة إحنا مصريين وما بيفرقش معانا الحاجات دي، ده جزء من الجهل يعني، وجزء من الحكاية إن هو مقتنع خلاص إن أنا جينات متفوقة وبالتالي أنا ما بيجريليش حاجة، أنا باكل يعني أنا ما أعرفش إيه العلاقة بين شم عوادم العربيات وبين إنك تصاب بفيروس. إحنا شفنا حتى ده من مطربين يعني شعبيين، ده كلام اتقال من حد ناس عندهم متابعات ملايين ومؤثرين في الناس مطربين شعبيين وممثلين طبعا يعني هو بيروح بيأمن نفسه وفي نفس الوقت يطلع يقول للناس يا جماعه ما تخافوش ما فيش حاجه. فجريمه طبعا، ده جريمه وتستوجب العقاب. يعني هنا في اللحظات اللي بيبقى فيها خطوره على حياه الناس كل كلمه بحساب. لما حد يطلع يقول للناس يا جماعه ما تخافوش انزلوا ما تقلقوش مش عارف ايه، ده لازم يتحاسب. يعني ده هنا اللحظات الاستثنائيه هي حاله الطوارئ. احنا بس عشان متعودين ان حاله الطوارئ ديت عايشه معانا طول الوقت، لكن حاله الطوارئ دي بتبقى في لحظات معينه بتبقى عباره عن قوانين استثنائيه حاسب الحاجات دي. لكن احنا متعودين ان حاله الطوارئ هي قاعده معانا على طول وما حدش بيتحاسب بها غير بتوع السياسه. لكن الحقيقه ان اللي يقول للناس سواء كان مغني ولا ممثل ولا حد مشهور على السوشيال ميديا يعني زي النشطه مش عايز اقول اسامي يعني اللي عندها مليون متابع قالت للناس ما تستخدموش هاند سانيتايزرز وانتوا شيموا يو الكلام ده. لا، الحاجات ديت يا جماعه الخطاب ده خطاب مجرم. يعني الخطاب ده اللي يخلي حد ممكن يتعرض للخطوره، ممكن يحصل له ممكن يزود حالة الوباء، ده خطاب مجرب، ده ما فيهاش كلام. يعني ايه هنا؟ فنزول الناس للشوارع اولا لانه مش مقتنع بالمشايخ اللي بيقولوا له ما تعملش، لان في ناس تانية رجال دين اخرين بيطلعوا يقولوا الناس ده يا جماعة حرب على الاسلام.
استغلال للحالة في يعني في مكاسب سياسية. يعني هنا في بعض يعني الشيخ عصام النهاردة طالب يقول للناس يا جماعة ده بيوصل لحد التحريم، يعني إذا كان في يعني ده كلام محترم جدا يعني أنا بحييه عليه، لكن في مشايخ تانية وفي ناس تانية ده حرب على الإسلام، مش لما يبقوا يقفلوا الكباريهات الأول يبقوا يقفلوا المساء. يعني ما هو ده خطاب يعني ده يضاف بقى إلى إيه؟ إلى زي ما قلت لك الأعوام الأخرى، يعني الجهل نمرة واحد، نمرة اثنين الشوفينية، نمرة ثلاثة المزايدة الدينية اللي بتخلي الناس توصل لمرحلة يا جماعة إحنا بندعي ربنا، أكيد ربنا مش هيعاقبنا. طيب. ده كلام عبث. خلينا نروح مرة تانية للشيخ يعني ربنا ما ربنا ما قالكش امشي روح ارمي نفسك قدام القطر. الشعب يعني بيهمه جدا انه ياخد الراي الشرعي في اي شيء يعني بيسلكه. فشيخ عصام زي ما احنا عارفين سلوك المسلم في كذا وفي كذا، ايه سلوك المسلم في الوباء؟ ايه الارشادات اللي يجب على المسلم ان يتبعها في هذه الظروف؟ رقم واحد ان يسال الطبيب وان يتبع اقرار الطبيب وامر الطبيب فيما يقوله الطبيب، الثقه في علمه والثقه فيما يقول. النبي صلى الله عليه وسلم جاءه طبيبان لعلاج أحد الصحابة، سأل أيهما أحذق مين أشطر، قالوا هذا، قال إذن هذا وسمع كلام الطبيب. ده مسألة ما فيش خلاف، ده القرآن قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، والنبي صلى الله عليه وسلم قال قتلوه قتلهم الله، ألا إذ لم يعلموا سألوا فإنما دواء العي السؤال. يا جماعة في مسائل الطب في مسائل العلم الشيخ لما يقول لك حاجة والطب يقول لك حاجة اسمع كلام الطبيب، دي الفتوى يسبق الفتوى الطبية الفتوى العلمية يسبقها قول الطبيب قبل قول الشيخ، الشيخ يأتي تباعا يأتي بعد قول الطبيب آه فعلا الشرع أمرنا أن نتبع في ده، دي ما فيهاش عيب، ما مش معناه أن أنا كده تخليت عن المشيخة، بالعكس أنا كده احترمت المشيخة احترمت الدين وزدت مساحة احترام الدين في نفوس الناس. لأن النهاردة لما أقول الناس، وعلى فكرة في التاريخ حصل أن بعض الناس طلعوا ودعوا في أدعية في الطواعين وذكر ابن حجر فعادوا فمات منهم 40,000. طب معناه ان طلعوا بجهل، دعوا دعوة جماعي، مين قال ان الدعاء شرط انك تكون جماعي او انك الجماعة صحيح. الصلاة لازم تكون جماعة، بل هناك احيانا اسئلة بتطرأ والناس بتسألني دلوقتي، طب الميت بالكورونا نغسله ولا لا، نصلي عليه ولا لا، ندفنه ولا لا، نعزي فيه ولا لا، دي كلها اجتهادات لابد ان تحسن من كل ده. نتمنى تكون الرسالة وصلت الأصل للناس. لما نقدر نعمله ما نقدرش يلغى تماما. أشكرك شكرا جزيلا الشيخ عصام تليمة الباحث والداعية الإسلامي، شكرا جزيلا الأستاذ ياسر الهواري عضو حزب الدستور. الآن نخرج إلى فاصل قصير ثم نعود. شكرا أستاذ. أهلا بكم من جديد. تستمر وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي في خطط التعليم عن بعد والامتحانات الإلكترونية، وذلك بعد قرار تعليق الدراسة لأسبوعين إضافيين في إطار إجراءات الوقاية من فيروس كورونا. وتحاول الوزارتان دعم الطلاب للتأكد من للتعليم من منازلهم. وأكد رئيس جامعة القاهرة أن معظم الكليات في الجامعة قد انتهت من رفع مقرراتها الدراسية إلكترونيا. حول هذا التحدي الجديد أمام التعليم المصري نرحب عبر سكايب بمصطفى سيد حسين الباحث المتخصص في التقنيات ومدرب على الأمان الرقمي والتعليم عن بعد. برحب بك يا مصطفى معايا في بتوقيت مصر. يعني واضح أن الأمور لسه مطولة شوي، واضح أنه هنستمر فترة في هذا الموضوع، بالتالي ده هيفرض تقنيات جديدة، هيفرض تعامل مختلف لاستمرار العملية الدراسية. إيه اللي محتاجها المدارس المصرية عشان تقدر تفي بهذا الأمر؟ انا بس قبل ما ابدا عايز اخد دقيقه واحده ان انا نقول ان احنا دلوقتي في وقت ازمه، مهم واحنا في وقت الازمه نشوف ايه اللي كان بايظ عندنا وايه اللي مش شغال وايه اللي بيبوظ الدنيا عندنا، وعلى هذا الاساس بعد الازمه بتخلص ان شاء الله ونعدي منها على خير نقدر اننا نحدد اولوياتنا كدوله. فهو احنا متاخرين جدا 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 في الرقمنه، متاخرين جدا في ان احنا نعمل ديجيتايزنج، ان احنا نحول الانظمه بتاعتنا لانظمه رقميه، سواء في الصحه سواء في التعليم سواء حتى في مجلس الشعب. مجلس الشعب احنا قاعدين من غير سلطه تشريعيه ومجلس الشعب واخد اجازه عشان مش عارفين يجتمعوا اونلاين رغم ان البرلمان بتاع الاتحاد الاوروبي وغيره يعني عملوا ده. فمهم ان احنا في اللحظه دي نبقى عارفين ان الحكومه بتاعتنا تاخرت في ان هي تعمل رقمنه للانظمه بتاعتنا، وبالتالي احنا النهارده بنواجه ازمه في التعليم وكذلك ازمه في الصحه بالمناسبه. النهارده ممكن مريض يدخل على دكتور ويديله علاج غلط
من غير ما يبقى عارف ان عنده حساسيه ليه. فاحنا دلوقتي عندنا في التعقيد بعض مثلا الاماكن اللي هي كانت اوريدي عندها نظام رقمي زي مثلا الاكاديميه العربيه للعلوم والتكنولوجيا كان عندها اوريدي نظام رقمي, فدي الدراسه ما وقفتش اصلا بسبب كورونا. بس عندنا اماكن تانية زي مدارس كتبها عندنا انظمه اما اللي هي مبتدئه اما ان هي مش شغاله كويس اما ان هي ما اتدربتش قبل كده وما الى ذلك. اول حاجه اول ملحوظه انا شايفها ان الناس لها قاعده ترتجل. احنا شايفين مدرسين بتطلع لايف على فيسبوك, مدرسين بيحاولوا هم يستغلوا برامج زي زوم وغيرها ان هم يقابلوا الطلاب بتاعتهم وحاجات بالشكل ده. ففي حاله كده من عدم النظام وعدم التنظيم علشان احنا من الاول ما عملناش حسابنا وما عملناش رقمنا لاي نظام عندنا. دلوقتي المدرسين اعتقد ان عندهم فرصه كويسه ان هم يتدربوا على رقمنا والتعليم عن بعد, اللي هو بالمناسبه يعني ما هوش حاجه كده ولا حاجه يعني بعيده عننا. عندنا اكتر دوله مستعده للتعليم عن بعد هي دوله الامارات, وهي دوله عربيه وهي اكتر دوله رقم واحد على مستوى العالم مستعده عن التعليم عن بعد. فاحنا عندنا النهارده في مصر ما مش قادرين احنا نشوف ده. ليه؟ ببساطه شديده علشان احنا ما عملناش انظمه, ولما عملنا انظمه كان فيها يشوبها فساد ويشوبها صفات تشبهها ويشوبها كل ما يشوبها زي ما شوبها يعني. دلوقتي طب احنا متفقين يا مصطفى انه في سياسات طويلة الأمد, إن أنا بعد الأزمة أقعد مع نفسي وأقعد بقى في رخاء كده من غير أي أزمات وأقعد أخطط للمستقبل, وفي استراتيجيات قصيرة الأمل علشان أنقذ الموسم الدراسي وأتفادى الفجوة اللي ممكن تحصل عند التلاميذ بسبب توقف الدراسة. إيه اللي المفروض يتعمل أو إيه اللي ممكن يتعمل بشكل عاجل يقلل شوية من الآثار؟ أولا الدولة ما بتستغلش قوة المبرمجين اللي فيها وقوة الشباب اللي قادرين ان هم يخلقوا حلول تكنولوجية فيها, وللأسف الشديد اغلبهم بيهربوا بيروحوا ألمانيا وغيرها من الدول علشان يشتغلوا هناك. احنا لو قدرنا ان احنا نستغل ونوظف الشباب دول اللي هم دلوقتي ما وراهمش حاجة والهم قريتهم متعودين ان هم يشتغلوا من بيوتهم لان ده طبيعة شغلهم, هنقدر ان احنا نبني نظام تعليمي. يعني لو وزير التعليم قرر كده ان هو يفتح باب التطوع مثلا للشباب ان هم يبنوا نظام تعليم رخيص وقوي وغيره, هيقدروا ان هم يعملوا ده. بس الفكره ان الدوله بتاعتنا بتاخد قراراتها من فوق وما بتحاولش ان هي تناقش حد فيها او ترجع لنا فيها او كده. ولما الدوله بتحب ان هي تجيب نظام تعليمي بنلاقيها راحت اتعاقدت مع شركه كبيره برضه باسم كبير وبتدفع لها فلوس كتير جدا احنا بجينا عنها وممكن توفيرها على ميزانيه الدوله علشان خاطر تبني النظام ده. فاول حاجه احنا محتاجين نظام واضح يبقى كل مدرس عارف هو بيدي التلامسه بتاعته المنهج ازاي, وعارف هو على الاقل بيشرح ازاي. الفيديوهات اللي الحكومه بتقول للمدرسين يسجلوها في الفصول ما فيش قنوات واضحه لتصلها للطالب, وحتى لما بيبقى في قنوات واضحه ما بتبقاش شغاله طول الوقت, ما فيش اي طريقه ان احنا نتابع ونلتزم ونلزم الطلاب ونبلغ ولي امره. رغم ان احنا عندنا وكان عندنا مبادرات بالمناسبه, عندنا شركات ناشئه في مصر, عندنا شركه مثلا مش عايز ابقى بعمل اعلان بس عندنا شركه اسمها تقويم كانت شغاله مع وزاره التربيه والتعليم وبتحاول تعمل حاجه بالشكل ده وللاسف راحت. تمام الصوره للاسف انا وقت خلص. بشكرك شكرا جزيلا مصطفى السيد حسين الباحث في التقنيات ومدرب على الأمن الرقمي والتعليم عن بعد. بشكرك شكرا جزيلا, والتأكيد لنا يعني فقرة أخرى نتحدث فيها عن هذا الأمر. شكرا جزيلا وشكرا لكم أيضا أعزائي المشاهدين على حسن المتابعة. غدا بإذن الله حلقة جديدة من بتوقيت مصر, نترككم بخير ونراكم غدا بخير.